بعد نشر الكثير من الحلقات عن حقائق الانمي، الكثير منكم اقترح ون بيس، لذا جبت لكم خمس حقائق قد لا تعرفوها عن انمي ون بيس، والحقيقة خمسة مضحكة جدا. يعتبر سانجي افضل طباخ بالعالم البحري، لكن بطاقم لوفي هل كنت تعرف ان سانجي ليس الوحيد اللي يعرف يطبخ؟ نامي، اوسوب، روبين يملكون مهارات جيدة في الطبخ ايضا. صرح اودا ان باقي هو الشخص الوحيد اللي يمديه يهرب من قفص العصافير الخاص بدوفلامينغو بلا مساعدة اي احد. اكد اودا انه لو كان اينين القرصان المطلوبة للعدالة فكانت مكافأته ستكون 500 مليون بيلي. اعدام روجر مشابه جدا لقرصان حقيقي اسمه اوليفر ليفاسور، مشهور باخفائه كنز وترك تلميحات بشأن مكانه خلال اعدامه العلني، نفس ما حصل بالضبط مع روجر. كان من المفترض ان يكون اسمه سانجي هو ناروتو، ولكن تم تغييره بسبب انمي ناروتو. يعني تخيلوا معي ناروتو يقول. اقترحوا بالتعليقات انمي القادم كي اتحدث عنه.